عايز بس أسأل دكتور مدحت عن يعني إيه علاج الإيدز والطريقة اللي الواحد يتعامل بيها مع المريض. علاج الايه؟ مرض الإيدز. الإيدز إيدز الإيدز HIV. HIV. حاضر يا فندم، حاضر. طيب كويس إن حضرتك سألت هذا السؤال. سلامته، ألف سلامة. يا جماعة، مرض الإيدز مش معناه شذوذ. طبعا حضرتك بتقولي طبعا، لكن ناس كتيره قوي بيتخضوا. مرض الايدز مش معناها ان ده حاله شاذه. مرض الايدز بينتقل للناس عن طريق الدم او علاج الاسنان او الادوات الجراحيه زي فيروس بي وفيروس سي. يمكن المرضى بتوع اللي بيسمعوني دلوقتي يلاحظوا ان انا لما بطلب تحليل فيروس بي فيروس سي HIV لانه موجود. وساعات يجي لنا المريض باعراض غريبه، وهن، ضعف، فقدان شهية، فقدان عضلات، تمام، بدون مبرر، تكتشف ان عنده HIV. الحمد لله علاج مرض الايدز HIV موجود في مستشفى حميات العباسية. ده مش اعلان، دي مستشفى حكومة طبعا، موجود خير. اقراص ونسبة الشفاء منه عالية جدا. الله يبارك لك ويطمنك. اول ما بتاخد العلاج وتحليل PCR بتاع فيروس الايدز بيرجع سالب، حضرتك مش معدي خالص، لكن تحتاط فرشة سنانك محدش يستعملها طبعا، مكنة حلاقتك محدش يستعملها. بالنسبة للزوجة بنستخدم الواقي الذكري الدبل اللي هو يبقى السيف سكس عشان يبقى آمن ويبقى ما عندهاش هي أي إفرازات ولا عندك أي إفرازات. لو في دورة شهرية نبعد عنها بقدر الإمكان بعد الطهارة من الدورة الشهرية بيوم على الأقل، كمان بكده نعيش حياتنا طبيعيين جدا. ده بعد ما يطلع سلبي. بعد ما يطلع سلبي هو اصبح غير. طب اثناء وهو ايجابي يتجنب الكلام ده خالص. يعني اثناء وهو ايجابي ما فيش الكلام اللي حضرتك طول ما هو موجب خالص. يبعد عن الكلام ده خالص. هل يفضل حجزه في مستشفى الحميات يا دكتور؟ احيانا لو في سخونيه مع ضعف في كرات الدم البيضاء او في مثلا نوع من انواع السرطانات زي الكابوس ساركوما بتظهر على الجلد بيتحجز في المستشفى، بيدوم العلاجات، نسبة الشفاء عالية قوي. فمرض الإيدز ما بقاش مرض مخيف زي ما الناس متخيلين. على فكرة أحد أدوية مرض علاج الإيدز استخدمناها أيام الكورونا في العلاج والناس مش واخدة بالها. بجد؟ ليه؟ فكلمة بيستخدم ما هو فيروس زيه، واخدة بالك؟ فالحمد لله محدش يطاطوا راسه ويقول أعوذ بالله ده أنا عندي إيدز، لا خالص. طب الناس اللي حواليه، هو سأل سؤال، الناس اللي حواليه يتعاملوا معاه، هل الأفضل حجزه في المستشفى يفضل معاهم في البيت؟ لا، هو معدي عن طريق الإفرازات بتاعته والدم بتاعه. ما هو الدم ده واحد عايش معاهم في البيت ممكن يتعور، ممكن يتخبط، ممكن. ما احنا نديله العلاج الأول، وأول ما بقى سالب أثناء علاجه هم يتعاملوا معاه ازاي في البيت؟ أثناء علاجه هيبعدوا فرشة سنانه زي فيروس سي، الشوك والسكاكين والمعالق. يعني الشوك والسكاكين والمعالق غالبا ما بيحصلش عليها دم، يعني انا مش باكل الشوكه بطلع دم. لكن فرشه السنان لا، فرشه مكنه الحلاقه لا، الواقي الذكري اللي بيستخدم في العلاقه الحميمه لا، الاطباق كل ده عادي، مش ناقله قوي الا لو عليها دم. مش ناقله، لكن ما يجيش مثلا دكتور المعمل ياخد منه عينه دم ويروح ماخد السرنجه راميها، لا، السرنجه دي لازم تتحط وبتتكسر خالص، يعني بتتفرتك. بياخدوا السن النهارده بيكسروه نعم بالكامل.